في الإشارة للطلاق بالأصابع، فصل في الإشارة للطلاق بالأصابع وفي غيرها. زميلي غيرها بو أصابعنا قرتها بو إشارة قرتها. بل. أنيا. بل. هل بفيش ديار هيدي. بتا علتي ويك فيش تكرار كردوتها وهر أويا بويك وافكر نكي. وانك غيرها بسر أصابعي عطف دبيرتها. بل. أنيا. بل. أجل في نكتب في دوام أو اختي والد في الإشارة للطلاق بالأصابع وغيرها. غيرها. وأنيا. بل. أنيا فصل لماري إشارة كردن بطلاقة بوسيلة أصابع وغير أصابع. بل. بقام إشارة بتعداد طلاق بكري بل. يا بغير قامك. قام. يعني شاد كابلاوي معنى كرباوة. بل. ويا في تكرار كردوتوا ويكاتو بزاني بوسر في الإشارة عطف دبيتوا. في الإشارة أو فصل لباري إشارة كردن بتعداد طلاقة بقام كان ولا باري غير أو مطلب إجدا لا باري مطلب دي كجدا بل حالي بيتونا بل لو قال لزوجته أنت طالق وأشار بأصبعين أو ثلاث لم يقع عدد إلا مع نيته أو مع قوله هكذا بل حالي بيتونا دعا ديلن أجر ميردك بجنكي خوي كتبت أنت طالق بجنكي خوي بلا أنت طالق طلاقت كوتبي و إشارة بدو قام كي خوي إشارة بك بعددي طلاق بل حالي بو يتسونا بدو قام كي خوي يا بسي قام كي خوي حالي بو يتسونا بل هيج عددك هيج عددك ناكبت يعني البته عدد لدوه دست بده که یعنی یک طلاق ده که وی بل بلان بیج گل لیک طلاقی هیچ عددی دی که نه که وی دو یا سه ولی یک طلاق ده که وی ها حالا بیش یک طلاق حتما ده که وی چون که تویتی انتی طالق وای یعنی نهایتا اشاره که اگر نیتی شی ده گل نبید یا کتنی ها کزای ده گل نبی کتنی لفظی ها کزای ده گل نبی بل اعتباری پینا کری ولي إشارة كله دبير ولي أنت طالق وهذاك طلاق ده كبيني وني هيج عددك ناكوي إلا مع نيته أو مع قوله هكذا ما قال أويك وأنك عددش نيتي عددي هبي بل ده قال إشارة ك كإشارة بدو قامك كردو يا بس قامك نيتي دو طلاق يا سي طلاق شي هبي بل لا شو وقتي كيش دادا بيو نيتي هبي عند قوله طالق لوقتي كتني طالقي دا طوني انت طالق لوقتي كتني طالقي دادا بي نيتي دو يا سي كي هبيت بل وانيا او وقتي دو طلاق يا سي طلاق دا كي بل فصار دي هي بلا اشاره بتري كافيني ابوي كان طلاق دو يا سي بكي يك طلاق دا كي وانا بلان بوي كدو يا سيب كيود إشارة كافيني بل كده بإشارة كنيتي دقل دابير ياشتكي دي كي دقل دابير بل وانيا ولا اعتبار بالإشارة هنا ولا بقوله أنتها كذا وأشار بما ذكر بل اعتبار بإشارة ناكر لو مقامي دا لأنت طالقون دا بل اعتبار بإشارة بتني ناكر أجل نيتي عددي دقل دانا بيو بل هر زوجة قبل أنت طالق دوايا أو دو دانا قامك هلين دو دانا قام في خوي بلام نيتي دو طلاقي نبي بل أو دو طلاق ناكي هل يك طلاق ناكي بل وانيا أو دفعي اعتبار بوي ناكرت قبل أنت هكذا هر بلا أنت هكذا وانيا أتو سي بل حالي بيسو أنت هكذا هر أوان دبلد اعتبار بوش ناكري وأشار بما ذكر يعني أشار ب أسبوعين أو ثلاثين. بل. إشارة بك بما ذكر ب دو قامك يا بس قامك. بل. ولا أنت هكذا ودو قامك يا خوي يا سي قامك يا خوي برس كاتوا أوش كافيني. ببي طالقون. أجل طالقون إيش كنت با كافي دبوها. كنت باي أنت طالق هكذا. بل. جاد دو قامك يا سي قامك يا برس كرباوا. ولا قبل أنت هكذا أختي مادة طلاقي نكتوا. بل. طلاق ناكلي. او وقتی حتی یک طلاقی نکه هر چند نیتیش ببی وانه که حتی اگه نیتی طلاقیش یه بره والله بله وانه چون نیتی طلاق بتن کافی نه دبست سیغه طلاقیش بلای ماده طلاق بله حالی بوید سونا
حتى نيتي شيء أبي طلاق ذاك أو مع قوله هكذا عطف بوسر عطف بوسر إلا مع نيته ونيا بل. إشارة كا هيج دو طلاق يا سي طلاقي بيناكوي مقر أويكا نيتي عدد دقل إشارة كدا هبيت إشارة كدا قال نيتي عدد بي أو مع قوله هكذا يا إشارة كدا قال كتني هكذا بي أنت طالق هكذا بل. جا دو قامك يا سي قامك برسكاتو وإن لم ينوي عددا أو أختي حتى أجر نيتي عدد شي نبت بلان بلا أنت طالق هكذا أو بو تعداديك قام كي برس كردو تو دو بي يا سي بي طلاق دك فتطلق في أصبعين يا أصبعين طلقتين وفي ثلاثين ثلاثا لو أختي كي داك دو قام كي برس كردو تو دو طلاق دك يا سي قام كي برس كردو تو سي طلاق دك بو لأن ذلك صريح فيه بل يعني شن أوك بلد أنت طالق هكذا هكذا يبلد بل دقل أويك إشاري بدو قام ياسي قام كردوا أو السريح لا دو طلاق ياسي طلاق كذا بانيتي عدد شي نبي بل بلان لفزي سريح نيتي نبي هشكتو مانا بل شتي سريح نيتي نبي نبي ألبت دبي إشارك إشاري كي تيجي نربي ولا بد أن تكون الإشارة مفهمة لذلك دبت او اشاره يا ونيا بل تفهم كنندي دو طلاق يا سي طلاق كبي حليبيه سنا بل ولا روي قصدي شو الصادر هو مفهمه لذلك صادره عن قصد حليبيه سنا والا مثلا ايواهيا بل ايواهيا بنا بعادت هل بنا بعادتي خوي مثلا زور جاران او سي قام كي نشاندا دو قام كي دغري سي قام كي بازا بل لو وقت قصا كردن در زور جاروايا بل حالي بيه سونا ايدي شاد اصلا وانا كدبيني كابرا چون عادتي وايا لو وقت اكي داكا جناكا طلاق دادالا انتي طالقون حالي بيه سونا بل وانا كدبيني كابرا هروا بنا بعادت سي قام كي كردوتا ودو قام كي شي بستوا بل ايدي اول اگر نیتی عددی نبی طلاق ناکه بله ونه مثلا کبرا هیچ علامتی نیه که سی منظور بو بید یعنی بو اشاره او سقام که باس کرده بی مثلا علامت دوکو اوی که سقام که اوه حالی بینه و حرکتی بده بل. یا مثلا چاوی لیب که حالی بوی سونه مثلا او علامتانه ده گوره ده نبی بله او بنا بعادت بید اوه وانك ني دي دو طلاق وسي طلاق ناكويني بل اجا بنا بعادت دو قام يا سي قام كي نشان دابير بل حالي بن سونا بل نقله في الروضه يعني الامام واقره او مطلبه لروزه دا لامام نقلي كردو تايدي شي كردو بل فان قال اردت بالاشاره بالثلاث الاصبعين المقبوضتين حلف فيصدق في ذلك دي سالي رقافك تركه لا تشابك اگر مردکه کسی قام کی باز کرد و دو قام کی بستوا بلد ولا بلد امن با اشاره کردن به سی قام کا دو قام کا بسترا و کم مقصود بوا یعنی او یعنی به تعداد او دو قام کا بسترا و طلاق کرے او وقتی سوین ددری که منظوری او بوا و باور جی پی دکری لو قصه دا که کردویتی أختي فلا يقع أكثر من طلقتين. أختي زيادة لدو طلاق ناكوي لاحتمال ذلك. وأنا شنكو احتمالي أوي هيك دو قام كبستراوكا. بل. دو قام كبستراوكي مقصود بوبي. لا إن قال أردت إحداهما. بلام لي قبول ناكريت. مردك السوين نادري وباوري بيناكري أجر بلد ولا يكج لدو قام كبسترا وكم منزور بوا سي قام كباز دكا منزور نبوا بل بلكو دو بسترا وكم منزور بلا دو بسترا وكش يكج يعني منزور بوا يكج لدو قام كمقبوزة كم منزور بوا بل لي قبول ناكري بوا لأن الإشارة مع اللفظ صريحة في العدد كما مر فلا يقبل خلافها سن أو إشارة كسي قامك بازا ودو قام كيش بستراوا بل دقل لفزكا إشارة دقل لفزكا صريحة لعدد بل كو إشارة بيكا
شاتو سي قام كبازك بقري شدو قام كبسراوك بقري هر تعددي هي طلاق يقدانانية باش وانيا سريحة لعدد دا كما مر وكو بيشي توضيح درا فلا يقبل خلافها كابو خلاف إشارة قبول ناكريكا كرب لا ولا يكك لدو قام كبسراوك منزور بوا يا يكك لسي قام كبازك منزور بوا حالي بيه تونا باش ولو علق عبد طلقتيه بصفة وعلق سيده حريته بها أجر عبدك دو طلاقي خوي معلق كرد بصفتك عبد دو طلاقي هيدي بل وانيا مثلا دو طلاقي خوي معلق كرد بيت بمردني سيدكي بل وانيا عبد بجنكي خوي دل هر وقتك سيدك مرد هر دو طلاقت كوتبه حالي بيه سونا؟ بل وعلق سيده حريته بها سيدكشي وانيا بل آزادي عبدكي معلق كرد بيت با هرب وصفتيا بل كمردني سيدكي موتي سيد بل وانيا صفتك موتي سيدة عبدكا طلاقي معلق كردو بموتي سيد دو طلاقي خوي سيدش حرية عبدك آزاد بوني عبدك حريتي عبدك معلق كردو بموتي خوي بل كأن قال لزوجته إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين مثلا بجنك خوي كتو عبديا هر وقتك السيدة كمرت بل أو أتو هر دو طلاق بكوي وقال سيده له إذا مت فأنت حر سيدي عبدك جب عبدك كتو هر وقتك مردم أتو آزاد بي جا فعتق بها أي بالصفة عبدك آزاد بيت بسبب وجود بيدا كردن صفتك كموت سيدة حالي بيت سونا وهي في المثال موت سيدي صفتك لو مثالي مدى موت سيدك وانيا بموت سيدك عبدك آزاد بيت فرضا اوي بموت سيدك عبدكش آزاد ببي بتشجودك بأن خرج من ثلث ماله أو أجاز الوارث وانيا بموت سيد عبدكش بتواني آزاد بيت بوجوريك هل ليكس يومي مال سيدك أو عبديا آزاد ببي يان زيادة ليكس يومي مالي لازم بيت بلان وارث كان سيد إجازة بدن بل حالي بيسونا بل أو وقتي لم تحرم عليه أو وقتي جنك لسر أو عبديا آزاد حرام نابد با بائني بل جنك نابت بائن يعني با بحرمتي كبرى دي بل وانيكا ببي ميردي دوام جنك حلال نابت ابوي وانيا بحرمتي كبرى جنك حرام نابت لسريبو شنكو تشاو درست دوختي يعني طلاقي طلاقكو عتقك دروس ديك وقتي دارو ددن بل وانيا باش دي باش دروس دا وقتي عتقك دا طلاق جرو ددات كدا وقتي دا هشتا هر دو طلاقية بس دو طلاق دا كويت وانيا ولي دا وقتي طلاقك دا آزاد جبوا كوابو يك طلاقي دي كشي بو پيدا دبي دبت سي طلاق او يك طلاقي دا مينة توا بعد قكدو طلاقي بيش دكوي واني هم زمان دقل عتق طلاق دكوي ولي دو طلاق شو دا وقت هشتا سي طلاقي بدزنه هنا ولي يك طلاقيش دمينه توا حالي بون سونا كوابو ما دام عدتين بريبت دو طلاق كوتو يك طلاق ماو ما دام هشتا عدتين بريبت طلاق رجعية دتواند راجعي كاتو لعددا هشتا عدنا قزلابي فله الرجعة في العدة بل عدد هذا توانيت بخوي راجعي كاتوا بل بلام وتجديد النكاح اقا عدتي بريبن لو دو طلاقيا سن هشتا يك طلاقي دي كي دميني وتجديد النكاح بعد انقضائها قبل زوج اخر بل دا توانيت نكاح كي دوبارب كاتوا لدواي منقذيبوني عدة اقا عدة خلاص بو بيت بل فيج اويكا ميرت كردني جنكا بزوجي كي ديكا لازم بي واح حالي بيه سونا بل جاء ومعلوم أن الطلاق والعتق وقعا معا شتيكي معلومة طلاقك وعتقك بيك والرويان دا وليق واختي دا بل لكن غلب العتق لتشوف الشارع إليه بل
حالی بیه چونه؟ بل بلام کبرا دالا جا اگر پیک و رویان دابه ده یک زمانی ده بل هر دوکان لوقتی موتی سیده که دارو دادن طلاقه که و عدقه که بل حالی بیه چونه؟ بل چون معلق کرابون به موتی سید کبرا دالا جا باش اگر و وانه که دیگ وقتی داگر رو بدن یعنی دو وقتی عدقه که دا بل. طلاقش دو وقتی دارو داد که وقتی فقط دو طلاقیه پجنکه دا ببیت بائین اوش دالا اخر درست دیگ وقتی دارو دادن بلام عدقه که لپیش طلاق دا نظر دا گیری حالی بوی سونم عدقه که لپیش طلاق دا نظر دا گیری لیکن غلب العدق لتشوف الشارع الیه فکأنه تقدم عدقك غالب دك لي بسر طلاق دا لبر او اشتياق زوريك الشارع با عتق هيتي بل وانا دلن زياتر لسي ريقال الشارع دا هي ابو ازاد بوني عبد بل حالي بو يسونا بل كا لكتبه كان الشارع دا باس كراوي دي بو زوريك لقناها كان بويك خدا خوش بي لقناها كد اتو دبي بتي عبد ازاد كي لا كفاري سوين كفاري زهار بل. كفاري قتل خطأ حالبو يسونا بل فكأنه تقدم ما دام وايا وفرز ذكرت ك عتقك وبيشكوت ولا بيش طلاق دام ما دام عتقك جل بيش بيت كابو ده بيش ده بيت آزاد دبي بل ده بيش ده عبدك آزاد دبي ده بيت صاحبي سي طلاق بل جدوى دو طلاق دكه واي ونيا بل چونکو دو طلاقی معلق کرده بو با موتی سید پس هر دو طلاق ده که یک طلاق ده مینه تاو بل کما لو اوصال مستولدته او مدبره حیث تصح الوصیت مع ما ذکره هر وکو چون اگر سید وصیتی کرده بید با شتیکی مالی خوی بل. وصیتی کرده بید با امی ولدی خوی يا ابو عبد مدبركي خوي حالي بيس وانا امي ولد اويك سيدك من دالي هيلوي بل حالي بيس وانا كلباس امي ولد دا باس كراوي دي بمفصلي بل و امي ولد بمردني سيد خد بخد ازاد دبي امي ولد وايا بل حركة سيدك بمري او بخوي ازاد دبي يا مدبريش مدبر لا ريشي دبوليا كبمعنى فشتا بل لفشتي مردني سيد ازاد دبي بنيا بل اذا عبدي مدبر اويك سيدك بيكتو اذا مت فانت حر هل وقتك مردمت وازاد بي بل يعني ازاد بوني عبدك وانك معلق كردو ببشتي مردني خوي بل وانيا علق عتق العبد بدبر موته بل علق السيد عتق العبد بدبر موته بل اوش عبدي مدبرش هرب موتي سيد ازاد دبيدي بل وانيا اگر سيد وصيتي كرد بيت بامي ولدكي خوي يا با مدبركي خوي بل وانيا شتيكي وصيتي بو اودو انا كرد بيت كا شتيكي ام بدريتي بل لو جيداك وصيه دروز بو اوانا وانيا بل لحاله كي دا كبلين وصيه درست ابو اوانا هر وكو چون لوش داوايا حالي بيو سونا مع ما ذكرا او مسألة مع ما ذكرا دقل او حكمي كلا بيشي ذكر كلا دقل ويدايا حالي بيو سونا بل كي ويستيا دقل حكمي ما ذكرا بيشي دايا اتخاب داكنا يعني ليرش اخر وانيكا ما دام وصيت كراوة كمالك بدري بوانا بل مالك يان بيدا قال للايك ديكو ازاد اجدبن وانيا بل دي باشا چون شارع اشتياقي زوري هي بو ازاد بوني عبد بو ازاد بوني رقيق بل ازاد بونكا لپیش دا فرز دكرين واني لپیش دا فرز دكرين لپیش دا ازاد دبي امي ولد يا مدبركا بل واني كا ازاد بو جا او جار او جار اما دلي وصيتك جيبا جيدا كريشتكي دادريتيو معلومة وقتك ازاد بيت تواني بيتا ماليكي ماليش تواني بيتا ماليك بل حالي بو يسونا بل وإلا اگر ازاد بونكي لدواي بيت لبيش دا مالكي بدنيا
خوار مالكي بدري تبوي دبتا اي وارث جوركيوي جوركيوي كدبتا وارثي سيد بل. لدوي سيدي بل حالي بيه سونا بل فإن لم يخرج العبد من الثلث هو لسان مربوطة ببيشي بل وانا يكتي فعتق بها أي بالصفة وهي في المثال موت سيده بأن خرج من ثلث ماله أو أجاز الوارث لم تحرم عليه بلان فإن لم يخرج العبد من الثلث ولم يجز الوارث بقي رق ما زاد عليه بلان أقع عبدك ليكس يوم مال سيدك أزاد نبي ليكس يوم مال ووارث كانش إجازة ندن بزيات ليكس يوم مال أزاد ببي أو أختي عبدايتي أو بشيك زيادة لسر يكس يومي مال دمينيته تا يكس يومي مال عبدك أزاد دبي أو زيادة لوي دمينيته رقيتك دمينيته وحرمت عليه بل وجنكش حرام دبي لسروي شون أزاد نبو تابيت صاحبي سيطلا بلكو دبتا مباعث بموت سيدي بشيكي أزاد دبي دبتا عبدي مباعث عبدي مباعث يجوك وعبدي معمولي هر دو طلاقي هيا بل يواش دو طلاقي كش بموت السيد دكويو جنك دبت بائن وجنك حرام دبت سري وحرمت عليه بل جنك بحرمتي كبرى حرام دبت سري بسر عبدك لأن المبعض كالقن في عدد الطلاق كما مرت شون عبدي مبعض هر وكو عبدي معمولي ويا بل لا عدد طلاق دا طلاق كان هر دو دانيا كما مر وكو لبشي تيبر بل حالي من سونا بل قن يعني عبد معمولي عبدي غير مبعث بل بل وتحرم أيضا إن لم يعتق بتلك الصفة بل بأخرى متأخرة هل وها جنك حرام دبل سرو عبدي أجر بخدي أو صفتيك تلاقي بيدكويت عتقكش بوي واقع نبي عبدك بوي أزاد نبي بل. بخودي أو صفتيك تلاقي بيدكوي بخودي وي عبدك أزاد نبي بلكو بصفتيك ديكا لدواي أو صفتي عبدك أزاد بي بل يعني أولا تلاق دكوي بل دواي بوسيلي صفتيك متأخر عتق روبدات بل حالي بيو سونا أو معلومة دي كأن قال أنت طالق طلقتين في آخر جزء من حياة سيدي مثلا عبد كصاحبي دو طلاقة بجنكي خوي كتوا أتو هر دو طلاقة بكبل لآخر جزء حياة سيدة كم دا بل فغير الطلاق معلقة بتي بآخر جزء حياة سيد ولي عتقك عتقك معلق كرابت بموت أشا آخر جزء حياة لبيج موتي دايدي حاربية سنة وقال سيده إذا مت فأنت حر ثم مات سيده سيدك شي بلد هر وقتك أمن مردم يعني موتي من واقع بوأتو آزاد بي دعا سيدك بمري بل وانيا بل لأشا لبيش دا معلق عليه طلاق دي تجي كآخر جزء حياة سيدة بس طلاقك دا كيو جنك دا بتبائن بل جا دعايا موتك لدواي ويا يق لحظة لدواي آخر جزء حياتي بل جدواي عتقك رودداتو واني طلاقك لبيش ويداد بيت بيش دو طلاقك دك يوجنك دبت بائن وبحرمتي كبرى حرام دبت السيد وتعبيري بالصفة عمو من تعبيره بموت السيد واي او كأمن بالصفة تعبير من داو عامتنا لويك من هاج بموت السيد تعبير اللي داو توا بل حالي بيو سونا أما لير لفظ الصفة هنا ولو علق عبد طلقتيه بصفة بل وأن الصفة عامة موت السيد دقريتا وشتيديش دقريتا بل بلام أو فقد موت السيد هنا وتوا من هاج بل ولو نادى زوجة له فأجابته أخرى فقال لها أنت طالق وظنها المنادات أو غيرها المفهوم بالأولى بل ولم يقصد فيهما طلاق المنادات طلقت اگر جني اولي خوي بانكر بيت بيردكا بانجي بكا بلام دو جني كي دي كي ويجنا دو ما كي جواب داتوا بل جا ميردكش بي بلا انت طالق
او جنی که جوابی داوته و دوی بله معلومه اوی جوابی داوته و خطاب ده گلوی ده که ایدی زایره بله پی بله انتی طالقون طلاقت بک طلاقت کوتبی بله و ظنها المنادات و و فکری کرده بید که او مجیبته همان مناداته که یا وح و فکری کرده بید اوی جوابی داوته و همان او جنی که پیش بانگی لیه کرده بود جناوله حالی بوید سونه بله و فکری کرده بید که او مجیبته همان مناداته که یا غیر مناداته که یا بله یا هر اوی زانی بید که بانکراوکه نیا بله و ای زانی به بانکراوکه یا یعن اوی زانی بید که بانکراوکه نیا بله حالی بوید سونه؟ بله او وقتیش هر طلاقی جن مجیبته که دکوی ونیا؟ بله وای ظنی برده بید که مناداته که یا؟ بله ونیا؟ بله او طلاقی جن مجیبته که دکوی چون خطابی طلاقی ده گلوی کردوه کردوه وای جن وای زانی بید که او مجیبته مناداته که یا دیسان هر طلاقی جن مجیبته که دکوی بله ونیا؟ یان ظنی برده بید یان اوی زانی بید که او مجیبته مناداته که نیا غیر مناداته که یا ونیا او وقتی شر طلاقی مجیبته که دکوید که المفهومه بالاولا که او با طریقی اولا فهم دکرید که طلاقی بکوید بله حالی بوی سونا اگر اوی زانی بید که او جن مناداته اولا کنیه که بانگی کرده بود بله بلکو جنی که دوما که جوابی داوته و اوی زانی بید و طریقی اولاده به طلاقی او جن مجیبته بکوید البته یک شرطی دیشیه ولم یقصد فیه ما طلاق المناداتی لهر دو حالت دا که ظنها المنادات او غیرها بل او ظنها غیر المناداتی منیا بل لهر دو حالت دا طلاقی جن مناداته که قصد نکرده بی بل بلکو قصدی کرده بید که هر او جنی جوابی داوته و اوی طلاق بده بل حالی بوی سونه خلاصه طلاقی جن مناداته که قصد نکرده بی اوی که اول بانگی کرده بود بله او طلقت جن مجیبته که طلاقی دکوه بو لانها خوطیبت بی طلاقی للمناداتو بله وانیا چونکو جن مجیبه که به طلاق خطابی دگل کردوه بله خطابی دگل کراوه وانیا داشت خطابی طلاقش بسی غی طلاق خطاب دگل هر کسی که بکری او طلاق طلاقی دکوه للمناداتو نک او جن اول بانگی لیکر بو خطاب بصيغه طلاق ده قلوي نكراوا بل او طلاق ناكوي لانها لم تخاطب به شن بطلاق خطابي ده قل نكراوا ولا قصيد طلاقها بل ونيا بل وطلاق كشي قز نكرابو او نكت انه ولم يقصد فيه ما طلاق المناداتي بل طلاق يشي قز نكربو وكبرا دلباش اخو با طلاقي قز نكربت بلام لسورة اول دا بل راست اما کتن لسورتی اول داد قصدی وی نکر بو او جنی بانگی کردو طلاقی بده بل بلکو قصدی کردو او جنی که جوابی داوته و اوی طلاق بده ولی پیشی وابو که مجیبته که همان مناداته که یا بل پی وابو بل راست منظوری او بو که اوی جوابی داوته و اوی طلاق بده بل ونیا ولی پیشی وابو که او مجیبته همه مناداته که او جنه دوما من جنه اولا که بله پیوابو که همان او جنه اولا بانگی کردوه بله ادی باشا باعیز نابید که طلاقی جنه اولا که بکوه اوش دلی نا و ظنو خطابها بهی لا یقتضی وقوعه علیها بله او که پیوابو که خطاب دگل جنه مناداته که دکا بطلاق بله پیوابو چون پیوابو اوی جوابی داوته و همان جن اولکه که بانگی کردوه بله کوابو پیشی وابو که خطاب دگل جن مناداته که دکا بطلاق او مقتضی اوینیه که طلاق لسر خودی جن مناداته که بکره واح طلاق لسر خودی جن مناداته که واقع ببه حالی بوید سونا مقتضی وی نیا حالی بوید سونا بله بو چی؟ چونکو ظاهرن اوی که جواب داداتوا خطاب دگل ویا داشا اوی که جوابی داوتوا جنا بانکراوکا نیا بلکو جنیکی دیکه یا وانیا
أو كمير دكش ظني بردوا أو همان جنبان كرا وكي أو ظنكي اشتباه بل حالي بيت سونا بل قرآن أو المفهوم بالأولى قيد لبوشي يعني صفة بو غيرها يعني ظنها المنادات أو غير المنادات المفهومة بالأولى شو ظني بردبيت أو جني جوابي داوتوا همان مناداتك يا بله يا ظني بردبيت غير مناداتك يا بله أو وقتيش طلاقي جنا مجيبتك دك يا وانيا بله كأجر ظني بيتي أو جنا مناداتيا أو جنا مجيبتيا غير جنا مناداتك يا بله أو بطريقي أو لا فهم ذكرك كذا بطلاقي جنا مجيبتك بكذا بله وانيا شنكو ظني بيتي كأو جنا مجيبتيا مناداتك نيا برام ديسا خطاب طلاق يردقل ويكردو بل يعني تساو وقت طلاق جنا مناداتك دكود اگر وانك جنا دوامك كجوابي داوتا وزاني ويتيكا جنا اولاك نيا بل دبو راوستابا دبو راوستابا تا جنا اولاك جواب داتا جا او جا خدباي انت طالق بل وانيا الان كا جنا دوامك جواب داتا اوش خطابك دكا خطاب دقل او كسيك جواب داتا حالي بيه سونا بل البته يكشد هيا فإن قصد طلاقها طلقت مع الأخرى إلى النكتة يكشي تيدا الآن ديلين فإن قصد طلاقها طلقت مع الأخرى أجر طلاقي جنا مناداتك شي قصد كرد بيه طلاقي البته طلاقي جنا مناداتك قصد كرد بين حالي بيت سونا بل بلام خطابي دقل جنا مجيبتك كردوا واي اوه طلاقي جنا مناداتك دقل جنا كيديك كمجيبتا دقل اوي دكر طلاق يردو كيان دكر بل حالي بيت سونا بل شونا وقتي كبرا دلاخي يك سيغي كتوا دلان اخي سيغك وكو شتيكي مشترك دبلا بينيان دا بل وانيا شون استعمالي لفظ لدو معنى خويدا ليك وقت دا جائزة أنت طالقون هم بو طلاق جنا مجيبتك يا بله شون بو سيغي خطابي دقلوي كردوا بل هم بو طلاق جنا مناداتك شا شون أوي قصد كردوا حالي بو يتسونا بل البتا نكتك أويا كابرا دلباش أخي خشايت فقط جنا مناداتك قصد كربي بل او وقت جنا مجيبتكش حتما دكوي طلاقي بل شاد فقط جنا مناداتك قصكر بي قتويتي انت طالق حالي بو يسونا بل قصدي شي او بو او جني او لبانجي كردو او طلاقي بكوي نقوي جوابي داوتوا بل جا شا اوي زاني بيد اوي جوابي داوتوا غير جنا او لكي شا اوي نزاني بيد بل ولي هل قصدي او بو بيد كا اوي او لبانجي كردو اوي طلاق بدات طلاق يعني او وقتي دوينا هذا يقول سؤال أوقت دريت دست ديني خوي باطنا لي قبول ذكرى بلام ظاهرا لي قبول ذكرى ظاهرا هر أوجنيك جواب دعوته طلاقي ويدك يا واحد جاء أجر مناداتك أي قصك بطلاقي ويجدك يا واحد دريت دودا نجن بس طلاق خير دوك عندك يا بلام أجر مناداتك أي قصنا كربت أو ظاهرا فقط طلاقي مجيبتك ذكى ولي أجر فقط مناداتك أي قصك كربت أو يقبل باطنا بل ولا يقبل ظاهرا لانه خاطبها بالطلاق بل ظاهرا لقبول ناكرد اقبل مجيبتكم قصد نكردو فقد مناداتكم قصد كردوا بل شن خطاب طلاق دجاجنا مجيبتك كردوا بل اقبل مقصودي شم نبوا ظاهرا لقبول ناكرد بل باطنا لقبول ذكري بل اقا واقعا وابي بعمل با قصدي خوي ولو علق بغير كلما بأكل رمانة أو بأكلة بأكل رمانة وبنصف كأن قال إن أكلت رمانة فأنت طالق وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق فأكلت رمانة فطلقتان بل أجر زوجك بوسيلي غير كلما طلاق معلق كردبيت طلاق جنكي معلق كردبيت جارك بخواردني هنار جارق معلقي طلاقك ديكشي معلق كردبيت بخواردني نصفي هنار بل مثلا
مردك آواي كود بيد اگر اتو يك هنارت خوارد طلاقي كد بكوين بل اگر نيوي هنارت خوارد طلاقي كي دي كد بكوين بل فانيا اوا بيت يك هناري بخوا هل يك هناري بخوا او دو طلاق دكون بولي وجود الصفتين باكلها چون بخواردني هر او يك اناريا هر دو صفتك تجي هم اناري كامل هم نصفي انار حالي بيو سونا بل چون يك اناري خواردوا لازم دا لازم يك اناري كدا نصفي اناري شي خواردوا حالي بيو سونا بل الو تا اشكالك ايش دقرن دلن لو جملة دا ما دام كلمة رمان كنكرة إعادة كرة وتوا نكرة أجر إعادة بكرة توا لفظ بنكرة إعادة بكرة توا أول دوم أوله أري والله دوم يك غير أول يك بس ككتويتي وإن أكلت نصف رمانة يعني نيوي أناريك ديك غير أناري أول بل طلاقي كي ديك يبدأ بل وأني بلام أوا ألان ليرا أناريك يخواردو نيوش هل لو انا را اولي خواردوا بل نقل انا ريكي دوام ظلنا او اغلبية او اغلبية اغلب وايا بل حالي بيت سونا بل بلان العرف داك او لفزي داك تريد وانك العرف داك داك تريد معناك او نية كده بي انا ري دوام غيري انا ري اول بل حالي بيت سونا بل هشان لا زور زيجاش دوايا بلام ليرة دوانية بل حالي بيه سونا بل فإن علق بكلما فثلاث أوقتن بغير كلما تعليق كي كربيت بل بلام أجر تعليقي طلاق كي بوسيلة كلما كردبي هل لو مثال سر ودا كلما أكلت رمانة فأنت طالق أو تهرد تعليق كي بكلما كنت بديا فقد دوام دانت شن دوام دانت تكراري تدايا بل حالي بيه سونا بل وكلما أكلت أكلتي وكلما أكلتي نصف رمانة فأنت طالق بل يا إن أكلت يا إن أكلتي بل حالي بيه سونا بل أكلتي چون دو هذا لف أكل درمانة بل ونيا أجب كلما كل لهرد تعليق كذا كلما هنا بدي على تعليق دوام ده ونيا وكلما أكلت نصف رمانة بل فا أو اختي فثلاث من هرس طلاق ده كون بخواردني يكهنار بل هرس طلاق ده كون بولي أنها أكل درمانة مرة شن جاري كي درست قبلن يكهناري خواردوا بل أو يك طلاق ده كون ونصف رمانة مرتين ني وهناري شي خواردو دو جار واه شون يك هنارك دو نصف هناري دي بل واني اوش كتبوي وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق هر جاريك نصف هنار دخوي طلاق كتب كوي بل اوش دو جار نصف هناري خواردو دو طلاق دكوي بل واني يك جاريش يك أناري خواردو بيوش طلاق دكوي وسي بل وقولي بغير كلما من زيادتي وكلا أول وقتا ولو علق بغير كلما بل بأكل رمانة وبنصف فأكل رمانة فطلقتاني أولا قيدي بغير كلما ك أجر تعليق طلاقك بغير كلما يبا دو طلاق دكود أو أمن زيادة مكردوا بل لمن هاجدا تيدانيا شون أجر بغير كلما يبا دو طلاق دكود بكلما يبا سي طلاق دكود طوي بروين رمبا بس في طويلة رحمة الله تشون درست أولا لسا بحثي سنبه طلاقه رحمة الله عليكم.